السلام عليكم. في الأسبوع الأول من شهر يوليو كان طلاب الشهادة الأساسية والثانوية يستعدون لموعد الامتحانات الذي يبدأ في الأسبوع التالي. استعدوا بالمذاكرة والأحلام الكبيرة. عشرات آلاف الطلاب يحملون أحلامهم ويترقبون لحظة توجههم للامتحان، لكن كثيرا منهم هذا العام لم يتمكنوا من الذهاب. منهم من أعاقته الألغام، ومنهم من حال الرصاص بينه وبين المدرسة، ومنهم من انتهى مشوار أحلامه مبكرا قبل الأوان. الطالبة انتصار شكري واحدة من الطلاب الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى قاعة الامتحان. وعندما ابتهج كثير من الطلاب وأهاليهم بإعلان نتائج الامتحانات، كان أهلها ينظرون إلى صورتها على رقم الجلوس بألم وحسرة. نتابع قصة الطالبة انتصار شكري في هذا الفيلم ثم نعود. انتصار شكري دي كانت تطلع عندي كل يوم، يعني الصباح وبالمساء كانت تطلع عندي عشان أذاكر لها، لأني كانت في الصف التاسع وكانت تطمح إني أنتقي من أوائل الجمهورية، وكانت طالبة يعني مجتهدة ومثابرة ما شاء الله، يعني كان مستواها تمام في الصفوف الأولى اللي فاتت، وكانت تطلع عندي تذاكر عشان يعني هي تعرف تقرأ وتكتب بس عشان تتقوي، يعني عشان تكون يعني معلوماتها أقوى. وبعدين يعني بقريب من الامتحانات، يعني حوالي كان باقي الامتحانات 3 أيام و4 أيام، طلعت هي خرجنا الغرفة الثانية جلسنا ذاكر في به، قامنا خرجنا البنات نخرج من الغرفة هاربين من الرصاص، هي قد توقفت تمشي والحوثي قنصه الله يصيبه إن شاء الله، أخذ لنا أعز إنسان عندنا. ويوم بعد طلعت هي طلعت ذاكر تروح تختبئ، طلعنا يوم الخميس ما نزلهاش جنابي، كان واصل لازم تذاكر عند بنت عمي مستعدة حقه، طلع ما نزلهاش، قتل الحوثيين الله يقتله ما مل خلاص، وانا معي وكلنا ارفع اختي من الارض قد خلاص ما هادرت، احنا حتى ما قابتش الوداع ولا كلمه، صحنا قوا المنقذين قوا الزميل سعفي خلاص قد ماتت، صاحوا قالوا هالبيت سلطان سعيد صيح عمي، رحت تقريني وابوي راح يقري، قالوا اخته الثاني اللي قبله يواني، انا قلت لهم هذا بنتي هذا انتصار، قلبي قبا كذا عسقني عزقي. البنت حقي كانت في البيت داخل الغرفه وقنصة واحد حوثي واستشهدت يعني، وقرينا شنو سعفها ما اسعفناها لطر الباحه وتوفت يعني، وبعد كذا خلاص رجعناها وقبرناها والحمد لله على كل حال. وقت خالد اخت امه تشي تزوره وصيبت بقذيفه يعني من حق الشظايا من حق القذيفه حق الصاروخ اللي اجى متاخر واسعفوه عدن، وللان عادها تعالج يعني. كانت تقول له ماني ماني قال حاضر يما حاضر يما حاضر يما انت تعبري وانا شرفتي تبقى قاعده تجيب حاجه، ونحن الان يعني تعبانين وما مش قادرين نعمل اي حاجه يعني، والمنطقه معرضه للقصف 24 ساعه يعني، للبيوت الابرياء والمساكين والناس اللي تعبانين يعني، ما فيش حاجه اللي تلم الناس هذول، ولا في خوف الله ولا رحمه ولا شيء، العمليه ما فيها كله قصف عشوائي يعني، قصف البيوت صغير وكبير ما يقدروش لا شيخ ولا شيبه ولا امراه ولا حاجه، ما عندهمش الرحمه هذه ابدا يعني. فتمت القصف لا زالت الان القصف موجود في البلاد يعني، والناس يعني نصهم شردوا من القرى يعني، سيبوا بيتهم ونزحوا يعني. ساعه الرصاصه ضارب موقع داخل راسي القلب حقيقة تقول لا شططوا بشرني، اقسم لك بالله كان يقول لي اصبري اصبري صلي على النبي اتق الله المنوت من انت المدمر لها هلا انت دخلت، قلت له خلاص اني قلبي اشتاق اذا ما سالنك ايش حد داخل شرني واربط بني فالمقرمة ساعتي، كنت أقول لهم اندالي انتظار اندالي انتظار انتظار انتظار. كانت تذاكر كانت تذاكر في البيت، وبعدين الدفتر بيده وقامت لما شافت القصف قوي قامت تحركت تتحرك للغرفة الثانية، والحوثي قنص من الطاقة يعني على طول مع الحماش يعني، وبالا القصف القنص بأذنه وارتمت في الأرض هناك، وبنت عمي قري نسعفني ما فيش فائدة، البنت يعني صيحوا لنا بعدين طلعنا احنا قري لقينا قد البنت يعني مرمية في الأرض هذا، بزناها على طول وتم القصف علينا، احنا بازلنا ودينا شي نسعفها لفقة السيارة الإسعاف وهم يضربوا علينا واحنا متحملين البنت واحنا ماشيين في الطريق يعني،
لازم يقصفوا حتى وصلت السياره وبقي القصف على السياره حتى نحن طلعناها فوق السياره والقصف كانوا لازال مستمر يعني بدون رحمه بدون شفقه يعني. وعندما رجعناها برضه من المركز حضر الباعه تم القصف علينا احنا في السياره الهيلوكس محملنا ونزلنا من السياره الهيلوكس جبنا الجنازه وبزيناها وتم القصف احنا في الجنازه ورجعنا حطيناها في الزراعه هنا في الارض حتى هدا القصف وروحنا لا عند امه تزوري وذا ودينا المقبره على طول. الله يرحمه. قاموا بزم اسعفي هنا امي تحت هنا قد تلاقيها مش دارنا بنته على اساس ان الثاني الكبير اختي قد تفتح لها الطراحة وهي بنته انتصار بزمي فلتت امي دوخت طبعا جنبه وهم بزوا البنت وحتى ما احترموش الجنازة جنبهم القثال حسين هذوم جالسين يضربوه على المسعفين اللي جالسين اسعفين يضربوه من قدامهم من وراهم كانش يصرحوا أكثر من واحد مش الذي اللي ببيتي جالس تحلم بالامتحانات والمدرسة طالبة مدرسة يعني تحلم بالمستقبل تحلم أن تكون متفوق يعني على الطالبات إذا كان هي بنت جدة لكن للأسف انتهت. كان يقول لي جلسي مش يموت شي لبني قلت له شروح لي بلادي بيت عند أهلي شنا جلس قد هنا نموت نحيا حلة ما المفالس ما فيش بها شهر ما فيش حاجة أمان وعلي وقع كان يقول لي مرة قصي قصي قلت عشر شهر بني نقلست 20 سنة أتمنى جاهل اشتوا أكبر كمية من الأموات يعني ما غرضهم شيء شيء إلا إنه البشر هذا يعني ليش لأنه ما رضيش أحد يتبعه قال لك خلاص ما معلو يذبح من شق طرف يعني بعدين كانت ذاكر يعني على امتحان الصف التاسع كانت ذاكر دائما كانت فرح يعني تطلع حق رقم الجلوس قالوا يطلعوش حقها النازحين رقم الجلوس بعدين كانت فرحان وبعدين لما قالوا كذا زعلت قالت لا إذا طلع رقم جلوسه بتصوم 3 أيام بعدين طلع يوم الخميس هي ماتت يوم الجمعة ما عاد لا عاد فرحت ولا اختبرت ولا صارت الشهادة ولا شيء هذا الحوت اللي قتله كانت يعني ما شاء الله عليها مستقر في حياتها عايش تحلم طالبة صف تاسع تحلم بالمستقبل على وشك يعني إن تختبر طلعت فوق بيت عمي يعني عشان تشتي تجيب مجهود أكثر تذاكر عند بنت عمي ذاكر له قامت لي 3 أيام فوق هناك عايش حياتها بالليل دقين نخبر نضحك ولا في بنا حاجة وتهدر على الامتحانات تحلم أنها تكون متوفق طبعا أي وحدة تحلم الحلم هذا يعني وسببت بعد انتصار هذه مش يعني مأساة عظيمة يعني مش يعني كانت الفاجعة كبيرة ببيتنا حصلت لدرجة أننا يعني جلسنا فترة ما ندخلش الغرفة اللي توفت فيها أختي انتصار ما نقدرش كنا ندخل الغرفة لأني إيش أحكي لك يعني مو حشة كانت الغرفة الدم يعني بقى فوق الموكت الدم لفترة ما قدرناش نمسح الدم لدرجة أننا قصينا القطيفة قص كان يعني كانت فاجعة عظيمة بموت انتصار والله يسامح من كان الله لا يسامح من كان السبب تحلم تكون متفوق تدرس جامعة تشتي كانت تطلع صحفية لكن للأسف أخذوا علينا الله يأخذهم إن شاء الله وأمي طبعا حق الكبيرة البكر على ما هي منهارة يعني تنهار تأكل تشرب وهي تبكي هي كانت تشتغل في الآفة لا هي كانت تشتغل كانت تدرس كانت تساعد أمه بالبيت وكانت يعني هي الأكبر يعني بالنسبة لأخواتي يعني أخوات الصغار هي كانت يعني الكبيرة كانت تساعد أمه بالبيت تطبخ تسأب تشتغل بالأرض كانت يعني الطفلة يعني صح طفلة لكن كانت يعني كانت جدية بشغله طبعا الطالبة انتصار شكري نزحت إلينا من محافظة الحديدة سنة 2015 ودرست عندنا الصف الثامن 2015-2016 ثم الصف التاسع 2016-2017 في أثناء توزيعنا رقم الجلوس أعطيناها رقم الجلوس حقه واستشهدت اليوم الثاني على طول قبل الامتحان بيوم نتيجة قصف أو قناص من قبل الحوثيين والطالبة انتصار شكري كانت من الطالبة الجيدات في الصف الثامن وكذلك في الصف التاسع من المبرزات وهي ليست الوحيدة التي فقدنا بنفس الفصل فقدنا برضو الطالب محمد عبدو
قبله بست شهور برضه بنوصل، بس نزل له رقم جلوس وعطينا لابو رقم الجلوس حقه. نتيجة برضه قذيفة هاون سقطت جنب منزله، واعتاق منه برضه كان طالب صف ثاني ثانوي يعني قطعوا له رجله، وهو عبد الرحمن إدريس من قبل صالح. نتيجة برضه نفس القذيفة، استهدفوها وهي طفلة، استهدفوها وهي مدنية، استهدفوها وهي في منزلها، واستهدفوها وهي طالبة، وبعد ذلك كله استهدفوها وهي جنازة محمولة على الأكتاف. ولم يكتفوا بذلك، بل استهدفوا عزاءها وأصيبت خالتها التي جاءت معزية فتحولت إلى جريحة بانتظار العلاج. كيف أباحت ميليشيا الحوثي والمخلوع لأسلحتها حياة اليمنيين وجعلتها بلا قيمة؟ يا له من حظ سيء، ذلك الذي يجعل من حياتك رهنا لمزاج قناص يمكنه أن يلتقط رأسك أو رأس أحد من أبنائك ولو كان داخل منزله. مشاهدينا الكرام، قضية استهداف المدنيين قضيتنا الدائمة، هي موضوع نقاش حلقتنا هذه مع المحامي والناشط الحقوقي مختار الوافي. سيكون معنا بعد فاصل قصير، ابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا مشاهدي الكرام، كما أرحب بضيفي من مدينة تعز المحامي والناشط الحقوقي مختار الوافي. مرحبا بك سيد مختار. أهلا وسهلا بك وبالإخوة المشاهدين. بداية، كناشط حقوقي في مدينة تعز، كيف يمكن وصف حالة حقوق الإنسان في المدينة؟ طبعا أخي العزيز، الوضع الإنساني في تعز غاية في الخطورة والسوء مع دخول الحرب عامها الثالث، وفي ظل استمرار الحصار المفروض على المدينة من قبل جماعة الحوثي وقوات صالح، وأيضا في ظل تراخي الشرعية عن تخليص المدنيين من هذه الأوضاع. إن الحديث عن وضع حقوق الإنسان في محافظة تعز يأخذنا إلى ضرورة بيان أهم حقوق الإنسان التي هي عرضة للانتهاكات خلال مثل هذه النزاعات. فمثلا حق الإنسان في الحياة الذي يعد أهم حق، فبقيامه واحترامه تقوم بقية الحقوق. هذا الحق في مدينة تعز ينتهك من قبل جميع الأطراف وبوسائل متعددة، فجماعة الحوثي وقوات صالح تنتهك الحق في الحياة من خلال أعمال القتل المتعمد للسكان المدنيين، سواء تم القتل بصورة مباشرة من خلال أعمال القنص، والتي حصدت كثير من أرواح المدنيين رجال ونساء وأطفال، وبصورة وحشية ومتعمدة تنبئ عن افتقار الجماعة لأبسط القيم والمبادئ الإنسانية. وليس القتل المباشر عن طريق القنص، بل هناك القنص بالقصف المتعمد للأحياء المدنية والأعيان والمنازل، والتي عادة ما يترتب عليها الكثير من الضحايا المدنيين، وبالأخص الفئات الضعيفة. طبعا إضافة إلى القتل بطرق مباشرة، هناك قتل بطرق غير مباشرة تتم من خلال التجويع والحصار ومنع دخول المواد الأساسية والمشتقات والأدوية، والتي كانت سبب لوفاة الكثير من المدنيين في المدينة، بلا سيما من العاجزين والأمراض والأطفال والنساء. وهناك من توفى وقتل نتيجة التعذيب الذي يتعرض له في سجون ومعتقلات تلك الجماعة. نعم، هل من إحصائيات لهذه الانتهاكات التي ذكرتها ونحن ندخل العام الثالث، هل هناك أي جهة أصدرت إحصائيات لعدد
الشهداء والمصابين ومن تم قنصهم وضحايا الألغام؟ طبعا هناك كثير من التقارير للمنظمات، هناك تحالف رز، هناك نقابة المحامين أصدرت قبل أسبوع تقرير، هناك المنظمة للتنمية وحقوق الإنسان إجمالا يعني ما يتم رصده، هناك في توافقات بالأرقام على حسب ما يتم عمله، لكن بلغ عمليات القتل ما يقارب 4000 حالة في مدينة تعز منذ بداية اندلاع الحرب. في المدينة فقط وليس في المحافظة أيضا؟ لا، هذا في المدينة والمحافظة بشكل عام، يعني ب 23 المديريات، بالذات المديريات التي هي محل القتال والنزاع مثل جبل حبشي، مقبنة، أصل، وحيفان، وهذه المديريات، وفي مركز المدينة. وهناك الإصابات تم رصد ما يقارب 4779 حالة، طبعا ضحايا الأغام ما يقارب 110 حالة قتل، بالإضافة إلى تقريبا 120 حالة إصابة، هذا بالألغام، من في ضحايا الألغام. هناك اختطاف واعتقال واختفاء ما يربو عن 329 حالة، هناك تدمير ممتلكات خاصة تقريبا 790 حالة تم رصد، وهناك تدمير لممتلكات عامة أكثر من 215 حالة، هذا ما تم رصده في هذه الحقوق. طبعا أنا قبل أسبوع نقابة المحامين أصدرت تقرير نوعي يتعلق في الانتهاكات التي يتعرض لها المدافعين عن حقوق الإنسان المحامون والصحفيون والإعلاميون. رصدت في محافظة تعز تقريبا 12 حالة قتل و28 حالة اعتقال واختطاف وإخفاء قسري، و12 حالة اعتداء على ممتلكات خاصة، و15 حالة اعتداء على مقرات عمل، و9 حالة تهديد. إذن عشرات أو مئات من الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون في مدينة وفي محافظة تعز عموما خلال سنوات هذه الحرب. لكن بالعودة إلى قصتنا لهذه الحلقة، قصة طالبة تم قنصها في منزلها قبيل الامتحان بليلة أو ليلتان، ما الذي تستفيده ميليشيا الحوثي والمخلوع من استهداف المدنيين والأطفال والنساء في بيوتهم؟ يعني ما الذي يضيف هذا الاستهداف لهم على المستوى العسكري من انتصار أو نفوذ أو تمدد؟ ما الذي يستفيدونه؟ طبعا هم بهذه الأعمال الانتقامية الموجهة ضد المدنيين لا يستفيدون في الجانب العسكري أي تقدم أو أي فائدة. من المعلوم والمعروف أن الأعمال الحربية والقوانين الدولية والمواثيق الدولية التي نظمت أعمال الحرب جعلت هاضم الأطراف محل حماية، لأن الأعمال العسكرية لا يعني لا يستفيد من يريد أن يحقق نتيجة عسكرية، لا يستفيد من قتل المدني أو الأعيان المدنية. الغرض من الحرب هي إضعاف الجانب العسكري للطرف الآخر. لغرض السيطرة، لكن باستهداف المدني، باستهداف الطفلة في منزلها، باستهداف العاجز أمام بيته، باستهداف الطفل الذي يلعب في الشارع، ما العسكري أو الجانب العسكري ما زال قوي، ما زال يتمتع بقوة، لن يستفيد ولن يحقق أي نتيجة من هذا العمل، بل هو عمل أولا مدان ومجرم، يعرضوا أنفسهم للمساءلة الجنائية الدولية أو المحلية، إضافة إلى أنه ينبئ عن مدى حقد هذه الجماعة ضد هذه المدينة وضد سكان هذه المدينة أو أي مكان آخر، هو ينبئ عن أحقاد وعن غل وعن سوء أخلاق هذا المحارب. ليس على ذكر يعني الأحقاد والغل، كيف يمكن أيضا تفسير تكرار استهداف هذه الضحية تحديدا، وهي يعني قد وقع الضحية لجريمة مركبة، يعني كونها طفلة وفي منزلها الآمن، يفترض أنه آمن وأنثى، وتم استهدافها، ثم تم استهداف يعني من قاموا أو حاولوا إسعافها، ثم تم استهداف جنازتها، ثم تم استهداف مكان عزائها، كيف يمكن أن نفسر أو نتخيل مثل هذا الحقد وهذا الجنون المتكرر على الضحايا، وضحايا ليسوا أهداف عسكرية على الإطلاق؟ يا أخي العزيز، تمادي الجماعة في ارتكاب مثل هذه الحماقات والأحقاد، هو أنا هذه قناعتي ورأيي الشخصي، من يشجعهم على ذلك هو تمادي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية التي تصدر قرارات
في إلزام هذه الجماعة بالذات باحترام حقوق الإنسان واحترام حقوق المدنيين. أنا قرأت تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لوضع حالة حقوق الإنسان، وذكر بالتحديد ما تعاني مدينة تعز من قصف وعشوائي وقنص للمدنيين بالتحديد في مدينة تعز. نعم. إذن هذا التقرير مقدم للأمانة العامة، مجلس الأمن أصدر الكثير من التقريرات بإلزام هذه الجماعة باحترام حقوق الإنسان وحقوق المدنيين وعدم استهداف المدنيين. إحنا طبعا اليمن مدرجة ضمن الفصل السابع لموجب قرارات مجلس الأمن، لماذا لا يتخذ إجراءات وتدابير قوية وراجعة ضد هذه الجماعة؟ إذا كان الشرعية والتحالف عاجزة عن إيقاف انتهاكات هذه الجماعة بحق المدنيين في محافظة تعز، فيجب ألا يقف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي عن إيقاف هذه الجماعة وإيقاف هذه الانتهاكات بحق المدنيين، كونها تشكل وتهدد السلم والأمن في المنطقة وفي محافظة تعز وفي المنطقة بشكل عام وعلى المستوى الدولي أيضا. نعم، بل الأنكى سيدي أنه يتم تعيين مقربين من جماعة الحوثي على رأس هذه المنظمات الدولية الأممية العاملة في صنعاء الآن لتيسير أمور التغطية وبتمويل أممي لهذه الأعمال وهذه الشبكة الناعمة للإنقلاب. عموما من الناحية القانونية، من المسؤول مسؤولية مباشرة عن هذه الجريمة ويعني مثيلاتها من قنص واستهداف المدنيين قانونيا، من المسؤول؟ طبعا يا أخي العزيز، من المعلوم أن المسؤولية القانونية تكون نظرية القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل يترتب عنه أضرار مادية أو معنوية بآخرين، وتلك الأعمال المقترفة أو الامتناع عنها تترتب دائما وعادة عنها المسؤولية الجنائية. مثلا من قام يعني لا يكون هناك مسؤول أول ومسؤول ثاني وفقا لهذه القوانين، بل أن كل طرف مسؤول عن ما اقترفه من أعمال، من قتل ومن قنص ومن قصف المدنيين مسؤول عن هذه الأعمال، من منع المساعدات الإنسانية وفرض الحصار على المدنيين مسؤول عن هذه الأعمال، من عذب واعتقل واختطف مسؤول عن هذه الانتهاكات والجرائم، من امتنع عن القيام بواجباته ومسؤولياته في إنقاذ المدنيين ورفع الحصار عنهم وتخفيف معاناتهم وتسليم رواتبهم مسؤول أيضا عن هذه الأعمال. يعني هناك مسؤوليات، كل طرف سيسأل عما قام به من أعمال وشكلت أضرار بحق المدنيين. نعم. وبحق المجتمع بشكل عام. وكيف يمكن مقاضاة هؤلاء المسؤولين عن هذه الجرائم والانتهاكات؟ طبعا من الناحية النظرية توجد العديد من السبل القانونية نحو العدالة والمساءلة. نعم. ومقاضاة مرتكبي الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتتضمن هذه السبل في آلية عديدة، منها مثلا المحاكمة عبر المحكمة الجنائية الدولية عن طريق الإحالة من مجلس الأمن الدولي باعتبار أن اليمن غير مصادق على نظام روما الأساسي، لأن المحكمة الجنائية الدولية لا تستطيع محاكمة المجرمين مباشرة إلا عبر التحويل من مجلس الأمن، والتحويل من مجلس الأمن طبعا هذا تعرف أن فيه صعوبة في ظل انقسام الدول دائمة العضوية إلى مؤيد ومعارض. هناك دول لن توافق على إحالة جماعة الحوثي للمحاكمة بسبب ما قامت به من انتهاكات. طبعا لو تدخل الأمور سياسية، لكن وهناك كذلك ممكن أن تشكل محاكم مختلطة عبر عناصر دولية ووطنية لمحاكمة المجرمين، وهناك أيضا تتم محاكمتهم عبر محاكم وطنية. القانون اليمني ينص في قانون الجرائم العقوبة العسكري على اعتبار هذه جرائم حرب وفقا للمواثيق الدولية. القانون الدولية، القانون اليمني طبعا قانون بالنسبة لجرائم الحرب لم يتساهل عنها، لكن الجهات الفاعلة هل هناك إرادة سياسية حقيقية لمحاكمة مرتكبي الانتهاكات من جميع الأطراف؟ القضاء يجب أن يكون حيادي في مثل هذه الأعمال حتى لا ندخل في برد مماحكات ولجان دولية وتحكيم دولي ولا إلى ما لا نهاية. المعروف والمعلوم أن المحاكمة الدولية عادة ما تكون لكبار الرموز الذي يصعب محاكمتهم داخليا، لكن المحاكمات الناجحة هي التي تتم في محاكم وطنية حيادية بحيث أن تنصف جميع الضحايا وتعاقب جميع المتهمين في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وهذا هو الأجدى والأنجح حسب رأيي وقناعتي. للأسف الشديد لا تزال المنظومة القضائية خاصة لدى السلطة الشرعية غائبة ومغيبة، بينما رأينا محاكمات سياسية لعدد من المسؤولين الشرعيين لدى سلطات الانقلاب ومنهم
وعلى رأسهم رئيس الجمهورية، وهذه من المفارقات المحزنة. لو عدنا إلى أهمية أو الخطوة الأولى للوصول إلى تحقيق العدالة بهذه المحاكمات، وهي مسألة التوثيق، هل كان من إسداء بعض النصائح للضحايا والضحايا المحتملين لا قدر الله بأهمية التوثيق، وما هي الخطوات التي يجب القيام بها فور حدوث أي من هذه الانتهاكات؟ طبعا يا أخي العزيز، التوثيق وعملية الرصد قائمة على وبجهود ذاتية يعني. وهنا الجمع للأدلة، وأنصحنا أي ضحية بأن يتوجه أولا بتثبيت حقه أمام أي جهة رسمية أو أي منظمة حقوقية تعمل في مجال الرصد، لا يتلاخى عن إضاعة الأدلة. والأصل والواجب يا أخي كما ذكرت يجب على الشرعية بالمعنى أو بالأخص، الواجب الأول يقوم على الشرعية بتفعيل بالدس في محافظة تعزي النيابة والأمن، باعتبار أنه من وسائل تحقيق الوسائل الأولية لتحقيق عدالة جنائية حقيقية لإنصاف الضحايا. عمل طبعا عمل المنظمات والرصد هو عمل بدائي وأولي لتقديم المعلومة للجهة الرسمية التي ستتولى التحقيق، لأن ليس لها سلطة في التحقيق أو مباشرة إجراءات التحقيق، هي دائما ما تقوم بالتوصية أو تقديم معلومة أو تساعد الجهات الرسمية على القيام بواجباتها. لكن الواجب الأساسي على الشرعية يجب أن تفعل أو تعيد عمل الأجهزة الرسمية النيابة والقضاء للعمل، حتى لا نكون عرضة أمام المجتمع الدولي للانتقاد بأن أجهزة العدالة فاشلة، وهذا سيضع الشرعية بموقف محرج أمام المجتمع الدولي. وكما ذكرت بأن إذا كان الطرف الآخر يشتغل بأدوات رسمية القضاء بينما هذه الوسائل والأساليب موقفة في الشرعية، وهذا هنا أعتقد محرج بشكل كبير لسلطات الشرعية. صحيح. المحامي والناشط الحقوقي مختار الوافي، كنت معي من مدينة تعز، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة. نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك، كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام. أسرة الطالبة الشهيدة انتصار شكري، تم الرصد، في أمان الله.